بغينا نتعرفوا على الأستاذة فتحية من خلال التقرير اللي قدمته في 2019 فيما يخص العنف ضد النساء. بغينا نشوفوا المؤشرات، يعني واش هناك ارتفاع يعني والآثار والانعكاسات الاقتصادية للعنف على مستوى يعني الأسرة والمجتمع. شكرا. على مستوى الحالات ومؤشرات العنف ضد المرأة في إقليم العرائش مقارنة مع تقرير 2018 كاين تزايد ديال حالات العنف جميع الأشكال ديالو، العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الجنسي، جميع الحالات كاين تزايد ديال الحالات رغم صدور القانون 113 السنة الماضية بمعنى لمناهضة العنف ومحاربة العنف ضد النساء. معناها كان إذا بغينا نقول كان المفروض أن الحالات تنقص ماشي تزيد، ولكن العكس هو اللي حصل بالنسبة للتقرير اللي عملنا حنايا كمنتدى المرأة، أن الحالات زادت. الحالات العنف العام اللي فات كانت عندنا من حالات العنف الواردة على الجمعية كانت 470، هذا العام عندنا 557. يقدر يكون ان صدور القانون كان واحد الدافع للناس باش يصرحوا بالحالات العنف اللي كيتعرضوا لها، لان يقدر يكون اللي ما كانش القانون الناس ما كاينش كيصرحوا، معنى ما كيتعرضوا للعنف كيسكتوا كيمشيو بحالاتهم. معنى يقدر يكون هذا القانون هو شجع الناس باش يزيدوا يصرحوا بالحالات العنف اللي كيتعرضوا لها. لان هناك سؤال اخر فيما يتعلق يعني بالمؤشرات والارقام اللي دارت، يعني واش هي داله على الوضعيه اللي كتعيشها المراه داخل العريش، بحكم ان انتم كيجيو عندكم حالات وافده، بينما مثلا واش الجمعيه كتفكر تقوم شي عمليه يعني رصد يعني الحالات على مستوى الاحياء وعلى مستوى الاقليم مثلا؟ شوف طبعا احنا دابا بالنسبه لنا كجمعيه كنشتغلوا على مستوى ديال طلبات المؤازره، والناس في الغالب هما اللي كيجيو عندنا، حنا ما كنمشيوش نقلبوا على الناس. فوقاش كنمشيو نقلبوا بحال اللي كتوصلنا الخبر على شي حاله ديال العنف كنمشيو كنرصدوا الحاله، كنقدروا نتصلوا بالعائله ديالها او نتصلوا بها هي نعرفوا الحاله شنو فيها. اذا عرفنا داكشي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، او اذا عرفنا هذه الحاله ديال العنف من طرف الناس او اللي سمعنا، بمعنى ماشي دائما كنخدموا كنتلقوا طلبات المؤازره. نعم، اضافه الى ذلك هناك دور تحسيسي وتكويني وكذلك تواصلي مع الاسره، يعني انتم على مستوى الاعلام ايش يمكن تقوموا كجمعيه مثلا اصدار اما تقيم بندوات تحسيسيه وكذلك كبسولات يعني اعلاميه اللي كتساهم بالتحسيس بظاهره العنف ضد النساء خاصه على مستوى الاقليم؟ كنعملوا لقاءات تواصليه مباشره مع الساكنه بزاف ديال الاحياء وتا في الدواوين. مثلا بالنسبه كمل 2018 اشتغلنا كجمعيه على الحملات التحسيسيه بظاهرة العنف ضد النساء على مستوى الدواوين. كنا اشتغلنا في ولاد مصباح واشتغلنا في دكالة هادو جوج الدوار اللي اشتغلنا فيهم، وحده في الساحل. وكانت هاد الحملة التحسيسية ما كانتش غير النساء، حنا شاركنا فيها حتى الشباب خاصة الرجال والشباب. وكنا كنعملوا هاد الحملة التحسيسية بأن العنف هو ظاهرة ماشي جهادية، وأن العنف هو واحد هي آخر وسيلة يمكن الإنسان يلجأ لها في حالة ديال عدم تفاهم. كاينة قوانين، كاينة حوار، كاينة سميتو. في هاد الإطار كنا كنعملوا هاد الحملة التحسيسية. كذلك عملنا حملة تحسيسية في المدينة، كنا في المدينة القديمة، كذلك عملنا في الحي الوحدة وفي المنام وفي كليطون. معنا في هذه المناطق هذه كنا كنعملوا حملات تحسيسيه باتصال مباشر مع الناس كنحسوهم بالآفة ديال العنف ضد النساء.